مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. مؤتمر دول الجوار في العراق. ضمن مساعيها لإيجاد دور إقليمي، دعت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى عقد مؤتمر إقليمي لبحث أزمات ومشاكل الدول البيئة الإقليمية، في وقت ما زال العراق هو ساحة صراع إقليمي ودولي حاد. وقد بدأت الحكومة تحركها لاستضافة أول مؤتمر لدول الجوار الإقليمي للعراق نهاية شهر آب الحالي، حيث نقل بعض مبعوثي حكومة الكاظمي الدعوات إلى قادة دول المنطقة لحضور المؤتمر الذي من المقرر أن يعقد على مستوى القمة ويضم الدول المجاورة للعراق بالإضافة إلى مصر والإمارات وفرنسا. وجاء في بيان صدر عن رئاسة الوزراء العراقي عقب اتصال بين الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن الكاظمي أبلغ ماكرون بأن فرنسا شريك حقيقي للعراق، فيما أعلن ماكرون عن دعمه الكامل للعراق وأشاد بالدبلوماسية المتوازنة له. إن جوهر الدعوة لهذا المؤتمر الإقليمي والدولي هو تحقيق المصلحة العامة واستعادة دور بغداد الإقليمي، إلا أن نجاحها مرهون باستقلالية القرار العراقي وعدم تبعيته لأي لاعب إقليمي أو دولي، وإن هذا المؤتمر هو تحرك جيد إذا ما كان نابعا من الداخل، لأن العراق يحتاج إلى عملية التواصل الإقليمي مع دول الجوار والبيئة الإقليمية والدولية ومحاولة جمع الأطراف المجاورة والإقليمية على مائدة واحدة، لأن هذا سيكون في صالحه. لذا فإن هذا التحرك وفق استقلالية القرار العراقي هو تحرك إيجابي. والعراق الذي يجد نفسه في وضع معقد بين جارته الشرقية وجارته الجنوبية يسعى إلى أداء دور الوسيط على مستوى الشرق الأوسط منذ أنزل الهزيمة بتنظيم داعش الإرهابي نهاية العام 2017، فقد استضافت بغداد كذلك نهاية حزيران قمة ثلاثية جمعت بين الرئيس المصري والعاهل الأردني. إن طرح عقد المؤتمر الإقليمي والدولي في هذا التوقيت الحساس لبحث القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية جاء منسجما مع إدراك الكاظمي للتداعيات التي تشهدها البيئة العربية المشرقية والإقليمية وتوترات ومخاوف من مواجهة محتملة بين الغرب وحلفائه وإيران على خلفية الاعتداءات على السفن التجارية في الخليج وبحر العرب، والتي تزامنت مع وصول إبراهيم رئيسي إلى سدة الحكم في إيران.